تواجدي في مهرجانات مهمة أكيد في إضافة بالنسبة لي تنضاف لي نتعلم نشوف ناس نلتقي بناس، بالإضافة أن احنا مش بس حضور، العديد من المهرجانات نشارك فيهم كمسرح وسينما وتلفزيون وإذاعة والعديد الحمد لله أيضا من الجوائز والتكريمات. فأنا سعيدة اليوم بهذه الدورة لأن هي دورة فيها خصوصية شديد الخصوصية وفيها تغيير. أنا حضرت قبل كده دورة واحدة لكن السنة هذه فيها تطور وفيها آفاق جديدة وفيها قنوات أكثر. أنا انبسطت جدا اليوم شفت النجمة الكبيرة يسرى برغم كل ألامها وكل معاناتها، وخاصة هي جت لتكريم للراحل الفنان الكبير هشام الحقيقة اللي فعلا خلى مكانه الله يرحمه، وجت أيضا لتكريمها عن مسلسلها. هو تواجدها هذا بحد كبير أطفأ العديد والبهجة والحزن وأشياء كثيرة كل شخص في يسرى. بركت لي طبعا النجمة إلهام شاهين لي منا شلبي حبيبة قلبي طبعا وفاء عامر، إن شاء الله احنا حنشتغلوا يعني مع بعض عندنا مسلسل الآن نجهزه له. خالد النبوي بسطت كثير، وابنه برضه الأب ويتكرم مع ابنه هذا بحد ذاته شيء جميل، يعني إن فعلا الموهبة مش هي واسطة ولا إن هم عشان أهليهم في الشغلانة هم لازم يجوا، لا هو بالعكس. أنا نعرف إن نور ابن خالد هو اشتغل بدون بابا وهذا اللي أجمل وهذا اللي خلاه سعده كثير الحقيقة من النجوم اللي فرحت لهم، وأيضا نجوم اللي نجوم لبنان ومن سوريا. يعني هي هذه مصر اللي بتلمنا في هاللمات الجميلة، هي هذه رسالة الفن إن مهما في من حواليك حروب ودمار وإرهاب و لكن الفن هو موجود بقوة.